بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة من المعجزات التي زادتني إيمانا وبقوة معجزات موجودة في سورة مريم عليه السلام الحقيقة أنا سأعرض عليكم ومضة واحدة فقط من آلاف المعجزات الموجودة هنا ومضة واحدة فقط أظن أنها تكفي لإثبات أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى نحن نعلم أن أول عدد صحيح نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة المدثر في أول سنة من البعثة الشريفة يا أيها المدثر قم فأنذر نزل فيها العدد تسعة عشر في قوله تعالى عليها تسعة عشر ثم أخبر القرآن أن هذا العدد سيكون وسيلة لأهل الكتاب قال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إذا هناك علاقة بين العدد تسعة عشر وبين أهل الكتاب أنا هذا الفيديو أوجهه للأحبة أهل الكتاب جميعا طبعا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وانا اقول اوجهه للاحبه لاننا نحب الخير لكل الناس هذا منهجي وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منهج الاسلام الاسلام ايها الاحبه يامرنا ان نحب الخير للناس والا لماذا ندعوهم الى الله لماذا اعتبر القران ان اعظم عمل هو الدعوه الى الله ما معنى الدعوه الى الله ان ترى انسانا ضالا تائها ضائعا تهديه إلى الطريق لأنك تريد له الخير هذا دليل أنك تحب له الخير المؤمن لا يكره أحدا إذا بخاصة الأحبة المسيحيين أنا أوجه لهم هذه المعلومة أرجو أن يقرأوها لأن, لأن القرآن كتاب عالمي أيها الأحبة يجب الجميع أن يطلع عليه يجب ان نطلع جميعا على القرآن لأن فيه من العجائب ما يذهل العقول، يبهر العقول حقيقة. سورة مريم أيها الأحبة تبدأ بكاف ها يا عين صاد. هذه الآية رقم واحد هي ليست كلمة هي أحرف نورانية. حروف نورانية. ليست كلمة. لذلك كلمات سورة مريم تبدأ من عند قوله تعالى بعد كاف يا عين صاد ذكر رقم واحد رحمتي اثنان ربك ثلاثة عبده أربعة زكريا خمسة إذ نادى ربه نداء خفي عشرة قال رب إني وهن العظم خمسة عشر مني والواو هنا كلمة اشتعل الرأس شيبة عشرين كلمة ولم أكن بدعائك ربي شقية ستة كلمة وهكذا عدد كلمات سورة مريم أيها الأحبة نجد أن لها علاقة عجيبة جدا بالعدد تسعة عشر الذي قلنا ماذا قال عنه القرآن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إذا مفتاح يقين أهل الكتاب هو العدد تسعة عشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا أنا ازددت إيمانا حقيقة كثيرا وسترون الان ولكن ركزوا معي رجاء دقائق قليله فقط وسنكتشف معجزه والله اعتقد لا مثيل لها حتى الان يعني كل ما يعني رايته في القران من اعجب ما رايته هذا الكلام لو فتحنا القران ايها الاحبه على سوره مريم اول شيء نراه باعيننا أن رقم هذه السورة ترتيب هذه السورة في المصحف هو تسعة عشر هذه حقيقة صارخة صادمة يقول لك عليها تسعة عشر ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يعني عدتهم أي عددهم أي العدد تسعة عشر ليستيقن الذين أوتوا الكتاب يستيقن أن هذا القرآن هو كلام الله لا يمكن أن يكون كلام بشر ولا يمكن أن نجد مثل هذا الإعجاز في أي من كلام البشر دققوا معي أيها الأحبة أول حقيقة تصدمك أن رقم هذه السورة 19 لو القضية توقفت عند هذا الأمر من السهل أن يقول أي إنسان هذه مصادفة ولكن عندما قمنا بعد كلمات السورة ذكر واحد رحمة اثنان ربك ثلاث وهكذا حتى نصل إلى آخر كلمة أو تسمع لهم ركزة آخر كلمة ركزة في سورة مريم عدد الكلمات يساوي ألف وثلاثة وثمانين كلمة بالضبط وهذا العدد يساوي تسعة عشر في تسعة عشر في ثلاثة دون باقي أو فواصل إذا أنا عندما أنظر إلى هذه السورة العظيمة طيب أتساءل إذا كان رقم هذه السورة وهو تسعة عشر جاء بالمصادفة، فهل يعقل هل يعقل يعني هل المنطق العلمي هل يعقل ان عدد كلمات السورة تأتي بالضبط من مضاعفات لعدد 19 مرتين وناتج القسمة ثلاثة، 19 في 19 في ثلاثة، هذه الثلاثة ما هي؟ يعني, يعني قلنا 19 رقم سورة مريم. الثلاثة ما هي؟ عندما تاملت سوره مريم لاشهر طويله على فكره وجدت ان كلمه مريم تكررت ثلاث مرات في سوره مريم بالضبط تكررت كلمه مريم كم مره ايها الاحبه ثلاث مرات اول مره في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم كلنا نعلم هذه الايه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا إلى آخر الآيات حتى تصل إلى قوله تعالى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا هذه المرة الثانية يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ثم المرة الأخيرة عندما ينطق سيدنا عيسى ابن مريم ويصرح بأنه عبد لله وليس إلها ليس إلها أيها الأحبة. هو عبد هو رسول، هو نبي كريم هو كلمة الله وروحه المرة الأخيرة أين في قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم هنا تنتهي القصة وأذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى بن مريم عدد آيات القصة 19 <applause> لاحظتم؟ عدد الآيات من مريم الأولى إلى مريم الأخيرة يعني عدد الآيات من واذكر في الكتاب مريم بداية القصة إلى نهاية القصة ذلك عيسى بن مريم عدد الآيات بالضبط 19 والله شيء محير أيها الأحبة يعني يعني رقم السورة 19 وعدد كلمات السورة 19 في 19 في ثلاثة يعني هذا شيء معقد جدا أن تجد رقم يقبل القسمة على 19 مرتين متتاليتين حسب نظرية الاحتمالات نادر الوجود هذا الأمر ثم عدد آيات القصة من مريم الأولى إلى مريم الأخيرة بالضبط 19 هذا الشيء أنا أتوقع من أعجب ما يمكن أن نصادفه في القرآن العظيم. أثناء عدي لهذه الكلمات قمت بترقيمها كلمة كلمة من الرقم واحد ذكر رحمة ربك إلى آخر السورة ركزة 1083. هذه الحقائق أيها الأحبة انتبهوا لا يستطيع أي ملحد أن ينكرها من الآخر يعني، لا يستطيع أحد أن ينكرها. لأن كلمات القرآن ثابتة ولا يستطيع أن يشكك فيها، المهم عندما كنت أصف أكتب هذه الأرقام وجدت كلمة فعلا كانت مثل كلمة مضيئة في هذه السورة كلمة تضيء هكذا وهي اسم عيسى عليه السلام اسم عيسى أيها الأحبة <applause> ذكر في سورة مريم مرة واحدة فقط. كم مرة؟ مرة واحدة فقط. في قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. يعني أيها المشككون يا من تدعون أن لله ولدا هذا هو عيسى. وهذه المعجزة خاصة بعيسى ومريم. أودعها الله في سورة مريم. وأخبركم عنها في أول الآيات نزولا في سورة مدثر من أوائل السور نزولا عليها تسعة عشر ليستيقن الذين أوتوا الكتاب هذه نبوءة قرآنية تنكشف اليوم أيها الأحبة بعد أربعة عشر قرنا ولولا التطور التكنولوجي وعصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه اليوم ولولا أن سخر الله لنا برنامج إحصاء القرآن الكريم والكمبيوتر وكذا لم نكن لنعلم هذه الحقائق يستحيل كلمه عيسى هنا لها موضع مميز جدا كلما قرات هذه السوره اشعر ان موضع اسم عيسى فيه اعجاز ولكن ما هو قمت بترقيم كلمات السوره من الرقم واحد الى الرقم الف وثلاثه وثمانين وجدت أن كلمة عيسى هنا انتبهوا معي أيها الأحبة هذه معجزة دقيقة جدا كم كلمة قبلها وكم كلمة بعدها لو عددنا الكلمات من كما قلنا كافها يا عين صاد حروف نورانية نبدأ العد من أول كلمة ذكر لأن كافها يا عين صاد هي ليس لها تصريف لغوي وغير موجوده في المعاجم وليس لها اشتقاق يعني ليست اسما وليست فعلا هي حروف نورانيه هكذا فعندما بدانا العد من قوله تعالى ذكر رحمه ربك عبده زكريا وهكذا وصلنا الى كلمه ذلك ذلك عيسى بن مريم كلمه ذلك كان رقمها 19 في 19، 361. أعيد أيها الأحبة. اسم عيسى في سورة مريم وضع بعد 361 كلمة 19 في 19 بالضبط. طيب ما هذه الدقة أيها الأحبة؟ والله أنا أنا يعني يعني أنا شخصيا يكاد العقل يتوقف. لو كان هذا هذا الجلد له له لو كان يستطيع ان ينطق لنطق بأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام بشر كما يدعي المشككون والملحدون. فلا اسم عيسى وضعه الله في هذه السوره هو مره واحده انتبهوا اسم عيسى ذكر مره واحده في سوره مريم، مره واحده فقط. وضعه بعد 361 كلمه يعني 19 في 19. سبحان الله وعدد الكلمات من اسم عيسى إلى آخر السورة إلى كلمة ركزة يساوي 722 كلمة 19 في 19 في 2 طيب ما هذا الإعجاز؟ يعني الله تعالى يعني أنا فعلا عقلي يتوقف أمام هذه الدقة يعني اسم عيسى هنا في السورة لم يذكر عبثا ولم يذكر يعني انا اوجه ايضا خطابا بالنسبة لاولئك الذين يقولون هذا ليس اعجازا اذا ما هو الاعجاز بنظركم ان نجد اسم عيسى ذكر مرة واحدة في سورة مريم قبله 19 في 19 كلمة بالضبط 19 في 19 ومن اسم عيسى إلى آخر السورة 19 في 19 في اثنان يعني ميزان منضبط ميزان منضبط تماما أيها الأحبة المفاجأة الجميلة هنا أيها الأحبة <applause> الحقيقة التي من الله علينا باكتشافها <applause> أن اسم عيسى هنا على مستوى القرآن ما ترتيبه في هذه السورة لو بحثنا عن اسم عيسى في القرآن نجد أن اسم عيسى تكرر 25 مرة اسم عيسى في القرآن ذكر 25 مرة بالضبط لو جئنا إلى كلمة عيسى هنا في سورة مريم ذلك عيسى بن مريم كلمة عيسى هنا التي قبلها 19 في 19 كلمه ومن عندها الى الاخير 19 في 19 في 2 كلمه عيسى هنا رقمها 19 على مستوى القران <applause> لاحظتم يعني لو لو قمنا بترتيب ايات الايات التي ذكر فيها اسم عيسى على مستوى القران 25 نجد ان اسم عيسى هنا ترتيبه 19 على مستوى القران طيب والله أيها الأحبة أنا بالنسبة لي يعني أنا أنا دماغي يتوقف أمام هذا الإعجاز ولكن يعني هل يعقل أن كل هذا مصادفة طيب أعطونا يا أخي كتابا فيه ربع هذا الإعجاز فيه واحد بالمئة من هذا التناسق الرقمي الرهيب كتاب من أول ثلاث أو أربع سور يعني من اول شهر او من اول سنه نزولا يقول لك العدد تسعه عشر هو ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ثم ينزل سوره تخص اهل الكتاب هي سوره مريم هي موجهه لهم ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون هذا كلام إلهي أيها الأحبة ليس كلام النبي أو كلام الصحابة أو كلام بشر أن ينزل هذه السورة ثم يأتي ترتيبها تسعة عشر لأنه قال لهم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب فيجب أن يكون رقمها تسعة عشر ثم نجد عدد كلمات السورة تسعة عشر في تسعة عشر في ثلاثة الثلاثة هي عدد مرات ذكر مريم في سورة مريم ثلاث مرات ثم نجد أن اسم عيسى وهو وهو اسم جوهري هنا في هذه القصة، عيسى عليه السلام هو محور هذه القصة طبعاً. نجد أن الله وضع اسمه بعد 361 كلمة 19 في 19 ومن عند عيسى لآخر السورة 19 في 19 في اثنان أيضاً. ثم عندما نبحث عن اسم عيسى على مستوى القرآن نجد أنه ذُكر للمرة 19 في السورة رقم 19، يعني اسم عيسى هنا رقمه 19 على مستوى القرآن. طيب والله أيها الأحبة الإنسان لا يملك إلا أن يقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بهذه المعجزة من يشاء من عباده الضالين، إنه سميع قريب مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.